الدنيا شله من الصحاب وفيها كتير اشكال، اللي ناسي دينه واجب واللي فاكر يتقال، واللي خايف غدر غيره واللي خايف غدر غيره واللي الغدر غيره صاحب واللي بايع بايع الغالي ودايما للرخيص مصاحب. شلة من الصحاب وفيها كتير اشكال، اللي ناسي دين واجب واللي فاكر يتقال، واللي خايب غدر غيره واللي الغدر غيره صاحب، واللي باع الغالي دايما بس للرخيص مصاحب. صاحبنا عايش واستغابة لازم يتقلب زيهم، لو فضل الحق غالب للأسف حاكم ضدهم، فالتزم بنص دوره وقرر انه يعيش وسطهم، باع للدنيا عقد روحه والتزم وبقى منهم. خد النصيحة وعقلك ميزانك في المحاولة، يا ما شباب في سنك مال وجه وصيت ودولة، غدرت الدنيا بيهم طفت في نور عينيهم، عشان فيهم صدقوا وعد كم الدنيا ليهم. فاحمينا يا كريم من سوء العمر والنهاية، واحمينا من سواد عقولنا لو وسيلة لأعلى غاية، واحمينا من شر الصحاب الغدارين، ده صاحب لو يقوم في صاحبه يبقى باقي مين. كريم من سوء العمر والنهاية، واحمينا من سواد عقولنا لو وسيلة لأعلى غاية، واحمينا من شر الصحاب الغدارين، ده صاحب لو يخون في صاحبه يبقى باقي مين. بس صاحب لو يخون في صاحبه يبقى باقي مين.